بالنسبة لباقي التشكيلات الأمنية والعسكرية، ما أهمية دمجها في كيان واحد برأيك يتبع قيادة الدولة؟ أكيد أن أي قرار لتوحيد المؤسسات الأمنية أو العسكرية سينعكس بالضرورة على توحيد القرار ويؤدي إلى ضبط التوجيه. فيعني أي سلطة في العالم يعني لا تمتلك القوة الأمنية الموحدة أو القوة العسكرية الموحدة، فأنا أعتقد أنها قوة أو سلطة متشظية لا يستطيع أن تؤدي أي دور أو أي مهام. فالسلطة القوية أمنيا وعسكريا سيعطيها يعني منهجية ويعطيها قانونية لتستطيع أن تحمي مواطنيها وسلطاتها وتنفذ قراراتها ولا تكون في حالة ارتباك، لأن هذه القرارات يعني ستعمل على يعني تهيئة بقية المؤسسات لتعمل كما يجب، وستنعكس على حالة التصميم لمؤسسة الرئاسة في ضبط هذه يعني منظومة المؤسسات، يعني العمل في إطار موحد وفي دمج في مؤسسة واحدة سيعطيها قوة كبيرة وسينهي حالة التشظي الموجودة في هذا المؤسسات. طيب سيادة العميد، ما إمكانية دمج باقي الأجهزة الأمنية وأيضا التشكيلات العسكرية الموجودة تحت قيادة الدولة في الفترة المقبلة بعد أن صدر هذا القرار الجريء؟ والله أنا أقول لك، شوف، اللجنة العسكرية والأمنية تعمل بجهد عالي جدا وبرعاية كبيرة جدا من فخامة رئيس المجلس القيادة الرئاسي، وأيضا يعني بتعاون الأخوة في مجلس القيادة الرئاسي، والعمل يمضي على قدم وساق ويمشي بصورة طيبة. صحيح أن هناك بعض التعثرات هنا وهناك، وهي ناتجة عن يعني بعض الإجراءات الفنية التي تحتاج إلى تعاون كل التشكيلات، لكنها في الأخير ستمضي وهناك استجابة من الجميع، ويعني بإذن الله تعالى نؤمن أن الأمور تمشي في الطريق الصحيح، وأننا في يعني أن المؤسسة لا 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 يعني مؤسسة الرئاسة ماضية في هذا الطريق، لأنه لا سبيل ولا طريق لليمنيين إلا بتوحيد جهودهم، ويعني لا يمكن أن تتوحد جهودهم بدون قوة عسكرية موحدة. جميل. يعني لا يمكن في أي دولة في العالم أو أي سلطة في العالم أن تتكلم عن أن تتحدث عن نفسها كدولة لا ما دام لا يوجد لديها جيش، يعني ولاحظ كل جيوش العالم.